السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زال المصنف رحمه الله في كتاب الموقظة يتحدث عن أداب المحدث، وهذه أداب يتحلى بها كل امرئ من الله عليه بمثل هذه العلوم وهذا الشرف العظيم. وكما قلت بأن إبراهيم بن أدهم قال: حق وحري بكل عالم أن يضع التراب على رأسه شكرا لله جل في علاه، أو تواضعا لله على ما أعزه الله بهذا العلم، وإلا فمن طلب العزة في غيره لم يجد لذلك سبيلا. أداب المحدث كان من أعظم الأداب التي تكلم عنها هو الإخلاص لله جل في علاه، أن يخلص دينه لله جل في علاه، في طلبه، في تعليمه، في نشره للسنة، في عقد مجالس التحديث، في التحليل، في الدراية، في الرواية. لا يطلب العلم إلا لله جل في علاه، لا لوجاهة، لا لرياسة، لا لمكانة، لا لمال، لا لدنيا. وإلا فالثوري قال إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. وعلى الإنسان أن يكون لبيبا أريبا بألا يستجلب سخط الله عليه، بأن يستخدم يعني هذا الخير العظيم في سبيل وجاهة نفسه أو مكانته، وبهذا يقدم نفسه على الله جل في علاه. لذلك كان ابن القيم في بعض كتبه يقول: يعني أعجب ممن يطلب العظمة أو التعظيم لنفسه دون التعظيم لله جل في علاه. وهذه تكون الداعي حقا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى الله جل وعلا، فيقدم نفسه على الله، وهذا نوع شرك خفي عظيم جدا في هذا الباب. نسأل الله أن يثبت لنا الإخلاص في القلوب، نسأل الله أن يصلح نوايانا، نسأل الله في عليه أن جعلنا ما نعيش إلا له، نعمل له وفي سبيله. قال: وأن يكون في استكانة وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر، ومن طلبه للدنيا تكبر وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العام، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة، نعوذ بالله من الخذلان. لكن من طلب العلم خشية لله وللآخرة فقد استكان لربه وتواضع. يعني الذي يطلب العلم إخلاصا لله جل في علاه يكسبه ذلك تواضعا، ويجعله أنه لما أدام النظر إلى الله جل في علاه وما أراد من حياة الدنيا من شيء، وأراد ما عند الله جل في علاه، أكسبه الله التواضع وعظم قدره في القلوب، وما ترى إلا القلوب جميعا تهفو إليه حبا. ولأنه لم يعني يكن متكبرا على عباد الله جل في علاه، بل كان من أعظم الناس تواضعا، مع أن ما يحمله يحمل على ذلك، لأنه يعني يعلم بأن الجميع يحتاجون إليه، الجميع يرجعون إليه، بل الله تعالى أناط نجاة الأمة بوجود مثل هذا العالم، ومع ذلك بأنه أخذ بالسبب المضاد، فكان من أشد الناس تواضعا لله جل في علاه. والحق أن هذا أثر للتعبد باسم الله الأول والآخر، هذا أثر من أثار حسن التعبد لله جل في علاه باسم الله الأول، لأنه يرى أولية الله جل في علاه، بأنه الله تعالى هو الذي ذكره بالإسلام قبل أن يولد، وذكره بالعلم وهو جنين في بطن أمه، وأيضا كتب له القبول في الأرض، وفتح له الطرق والسبل ليتعلم هذا العلم وليتقن هذا العلم ولينشره لله، ثم بعد ذلك مكنه من نشره، لأن بركة العلم لا تكون إلا بإيش؟ إلا بنشره. فهو إذا رأى بأن الأولية لله جل في علاه، وهو في يعني يجعل نصب عينيه هذه الآيات العظيمة التي تكتب بماء الذهب في قول الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال: قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. قال: فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن ورد خيرا فليحمد الله،
لذلك كان ليس من العجب أن يقول ابن تيمية علامة المتأخرين وبحر هذه الأمة، وهو يقول ما مني من شيء وما لي من شيء، المسألة ليست مني، هي المسألة من الله جل في علاه. لذلك كان يذهب إلى المسجد المهجور ويمرغ نفسه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيكسبه العلم إذا أخلص به لله جل في علاه تواضعا، فيعرف الناس عنه هذا التواضع وأنه ما أراد بذلك إلا وجه الله الكريم. قال فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هنا الآن الحق في هذا الباب بأنه لو صدر الباب في تحديثه إلى أن يدخل في زمرة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي لكان أحظى له بالخير في الدنيا وأيضا في الآخرة. وأنا أقول الأولى من ذلك أنه يعني يصدر النية بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، كما قال ابن حبان أهل الحديث أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته قال أكثرهم علي صلاة وأكثرهم عليهم صلاة هم من عقد مجلس التحديث، وهو في كل مرة وفي كل حين وآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قال وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، هنا في هناك قيد، يعني هذا درج عليه كلام العلماء، وطبعا الخطيب أيضا والذي لخص ذلك الإمام ابن قدامة وكل من جاء بعده فهو عليه بالتعويل، وأيضا تقريب النووي. فالكلام في قول العلماء وليبذل نفسه للطلبة الأخيار قيد، قيد للطلبة الأخيار عشان تعلم، عشان المداهن يعرف قدره والمكان الذي واقف فيه. هو الآن قال وأن يبذل نفسه للطلبة الأخيار، هذا منطوق والمفهوم، المفهوم أريد منكم أنتم المفهوم، فإن لم يكن كذلك بهذا الوصف فلا يصح بحال من أحوال العلم يبذل نفسه، لأنه سيضع الشيء في موضعه، الشرع حاكم، كن حكيما، ضع الشيء في موضعه، ضع الشيء في موضع. شوف السراق يقولون والعشاق اجتمعوا في ايش؟ في الوزن والقاف، صحيح، والقاف لها ما لها من القوة. السراق قالوا إن سرقت فاسرق جمل، صحيح، يعني وده كان أنفس أموال العرب، وإن عشقت يعشق جمل أيضا جمل. أنت ماشي في حواري يعني مشكلة كبيرة. صحيح، قال وإن عشقت فعشق قمر، الذوق الراقي صاحبه في المعالي، الذوق الراقي صاحبه في المعالي. فهذا باب، شوف هو يقول أيضا لابد أن ينطبق الوصف ليحدث البذل، لابد أن ينطبق الوصف ليحدث البذل. قال وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، ويعني خيرية الطلبة تعرف بديمومة الطلب وبالحرص الشديد وبالاستمالة وأيضا بالحفظ في الأوقات الثمينة على أن يكون دائما في علو في الاطلاع في المذاكرة في المراجعة في البذل في العطاء في الأخذ في السماع في الإسماع. هذه الخيرية التي ينط بها طالب، هو طالب علم، فهو طلاب للعلم، فلا بد أن يكون كذلك. لذلك قال يبذل نفسه للطلب، وهذا أصل أصيل لما قال أنس رضي الله عنه أرضاه مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى ذلك إن رأيت عجبا من السلف الصالح في هذا الباب. الإمام الزهري وكان إماما علما وهو أمير المؤمنين في الحديث، وكان قد جاءه على بابه الإمام مالك، والإمام مالك كان مثابرا لطلب العلم، طلب العلم سنين طوال 40 سنة حتى هو يفتي، ولازم ربيعة 20 سنة من نعومة أصفاري في الطلب، ولازم أيضا الزهري كذلك. فكان يذهب إلى الزهري فدق الباب، وكان في يوم عيد دق الباب حتى خرجت الجارية، فقالت للزهري صاحبك الأمهق، هذا الرجل الوسيم كما يقولون على الإمام مالك، فقال ما يريد أعطيه لحما، فأخرجت له اللحم، قال ما اللحم أردت؟ قالت وما تريد؟ قال أريد الحديث. فدخلت فقالت هو يقول يريد الحديث، قال أدخليه. فدخل. لابد أن تعلم أنه لا يدخل على الزهري منفردا ولا يسمع من الزهري منفردا إلا إن كان قد حظي مكانة أرقى وأسمى ما تكون. الإمام الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الزهري هو أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
فمعنى أنه ينفرد به طالب ويقول حدثني الزهري بتمامها ولا يقول حدثنا، اعلم أن هذا الأمر أرقى مما تتصوره أنت، فقد حظي له أو كانت له كتب الله له مكانة في قلب الزهري عالية راقية. فدخل قال ما أردت؟ قال أردت الحديث. قال إذن سأسرد عليك بعض الأحاديث فردها علي كما سردتها عليك وتأخذ بعدها مثلها. فحدثه ب25 حديثا، فبعدما انتهى ب25 حديثا، فبعدما انتهى قال له رد علي ما أتيتك به، فرد علي 25 حديث، لم ينخرم حديث واحد من الإمام مالك. قال حقا إنك لوعاء العلم. فجلس مالك، إما يجلس يريد اللحم، انتهى، هو يريد ما بعد ذلك بقى، لأنه علم أنه الآن أثبت ما أرد فسيأخذ فوق ذلك. فقال ما أردت؟ قال حديث. قال لا حديث، ارجع. فقال اذهب، لكن أنا أستشهد بإيش؟ بالتواضع له أنه حدث وحده. تعرف ما معنى أنه يقول حدثني وحدي؟ حدثني انفرض بالإمام الزهري والإمام مالك، ما بزغ نجمه كما تعلم الأمة الآن، لكن الزهري فعل ذلك لمكانة الإمام مالك. الإمام الشافعي يعني يتسامح في مصر ببعض هذه السير. الإمام الشافعي لما نزل على الإمام مالك وجلس في مجلسه في المدينة، أدام الله الخير فيها، صلى الله أن يرفع عنها الفتنة والوبا والربا وما والفتن ما ظهر منها وبطن في بلاد المسلمين جميعا. فجلس، ولما بعدما انتهى القارئ من القراءة على الإمام مالك وانتهى المجلس، قام لشافعي قال ما لي أراك سيء الأدب؟ قال ما رأيت من سوء أدب يا إمام؟ قال تلعب بإصبعك ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما كنت ألعب بإصبعي، كنت أكتب الحديث. هو الآن تفطن مالك لما عند الشافعي أيضا في الرد، في جزالة الرد على الإمام مالك، فاعتنى به اعتناية عظيمة. قال تعالى يعني فلما جاء إلى البيت فحفظ الموطأ في يعني أكثر من 15 يوم، أقل من 15 يوم، 13 يوم صحيح. قال الإمام مالك فحظي الإمام الشافعي حتى أنه قسم ماله بينه وبين أولاده. فالحق بأنه إذا علم من الطالب النجابة فلا بد أن يعتني به، كما اعتنى جدا الإمام الشافعي بالوايتي لما نزل مصر، واعتنى جدا بالإمام المزني. قال للمزني أنت لو خصمت الشيطان لخصمته. وأيضا الإمام بويتي ترك له كرسيه. الغرض المقصود بأنه من حسن فعال العالم أنه إذا رأى الأخيار وعلم بمحاسن الأخلاق لابد أن يبذل نفسه للطلب. كان هذا دأب الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان يأتي لطلبة العلم بحفاوة فيستغربون ويندهشون، نحن الذين نضرب كأكباد الإبل لك، فيقول لا تعلمون إني بكم أكرم لعل طالبا للعلم وفيا به ينتشر العلم بأسه، وإلا فأنت لابد أن تعلم بأن الإمام البيهقي وليس من تلاميذ الإمام الشافعي المباشرين، صحيح ولا لا؟ وهو فقط لأنه تعلم ودرج على التعلم على المذهب الشافعي وعلى شيوخ الشافعية. كيف وفى للإمام الشافعي؟ يقولون للشافعية على كل شافعي منا إلا البيهقي. كتاب معرفة السنن والآثار تظهر لك البراعة والروعة في الأداء والتصنيف للإمام البيهقي، وأنه بحر حقا لا ساحل له. أنت تعلم القصة العظيمة التي كتبها بين ابن عباس رضي الله عنه أحد التابعين الذي أراد أن يحج فأراد التمتع فنهوه عن ذلك، فرجع ابن عباس فقال تمتع. ثم بعد ذلك رأى الرجل رؤيا في منامه تقول عمرة متقبلة وحج مبرور، فقام ابن عباس لما قص عليه الرؤيا قام فسجد، ثم قال له ابقى عندنا، هي سنة نبيك ابقى عندنا، يأتينا العطاء تأخذ العطاء كله. لما؟ لأنها بشارة من الله جل في علاه لابن عباس أنه وافق من؟ وافق النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو لما قال له الناس ينهون عن المتعة، طبعا تعلمون المتعة متعة العمر والحج، المتعة، قال سنة نبيك في قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي وتحللت ولا جعلتها عمرة، فقال سنة نبيكم. فلما ورد البشارة بذلك قال ابقى عندنا للعطاء إكراما لطالب العلم. قال وليبذل نفسه للطلبة الأخيار. أنت ترى أيضا في كثير من هذا الأبواب إذا وجدت فرع العلماء تراهم ما يتركون طلب العلم. الإمام أحمد لما جاءه البخاري ووجد فيه في البخاري أن الذكاء والحرص والنبوغ الراقي، فلما أراد أن يرحل قال أتتركنا وتترك الناس، يقصد بالناس من؟ العلماء، اعتناء بمثل الإمام
البخاري. الغرض المقصود هذا من دأب الأخيار الأبرار بأن العالم يبذل نفسه لطلبة العلم، لكن ليس لكل طالب علم. طالب علم الذي ارتقى يعني ارتقاء راقيا ساميا بأخلاقيات وأيضا بعلم وبحرص وبنبل. فطالب العلم الذي خلع على النبل أنا أراه بعيدا جدا عن الجادة. طالب العلم والعالم الذي خلع عن النبل أراه بعيدا جدا عن الجادة. ونبل الإنسان لا يعرف بكلمة النون والباء واللام، نبل الإنسان يعرف في المواقف، وهذا هو أسمى ما يكون خلقا لطالب العلم. فقال لا سيما إذا تفرد، يعني أسيما إذا تفرد يعني كان إيش، كأنه واحد عصري كما يقولون، إذا تفرد ذكاء وهمة وأيضا رقيا. وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، يعني يمتنع عن التحديث. لما؟ حتى لا يوضح فيه، حتى لا يجرح فيه، فيضيع حديثه الذي قد سبق. والحق بعض العلماء يرون هناك سن للتحديث وهناك سن للانتهاء من التحديث. يعني يقولون سن التحديث يبدأ من 50، يقولون بذلك لأنه يعني في نهاية الكهولة، ويكون قد نضج نضوجا راقيا ساميا واكتملت أموره فيبدأ بذلك. وقالوا سن 40 أيضا، لأن المبعث سنة وسنة كان في 40، هذه شموخ الرجولة يكون في ذلك. والبعض قال بأن السن الذي يقف عنده المرء فلا يحدث سن 80، والواقع يثبت خلاف ذلك، لأنه من وجد ذهنه حاضرا ووجد في نفسه القوة والقدرة على التحديث وأنه لا ينسى وأن علمه ما زال قائما فله أن يحدث. طبعا علامة الشام من أهل الشام، يعني الشام فيها ما فيها، نسأل الله جل في علاه أن يرفع يعني عنها الغمة والكرب، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلهم للناس سادة وقادة ولأهل الإسلام في الريادة، وهم حقا في الريادة. وأنت تعلم أن علامات الساعة أيضا ما تأتي لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الناس يقولون في يوم القيامة في آخر الزمان إلى أجناد ثلاثة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، أما العراق فإياك وإياه، هذا إياك، فإن الفتنة تطلع من فإن قرن الشيطان يطلع من نحو المشرق، ففتن متقلبة هناك. لا سيما أنهم على تخوم هؤلاء الأخباث الأنجاس الرافض الذين هم أضر وأضل الناس في هذا الزمان، وأيضا جند اليمن وجند الشام. قال فعليك بجند الشام، صدر الباب بالأمن، وإلا فجند اليمن. فالحق أيضا الحديث، أنا أدين الله بتحسين هذا الحديث، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيه. فعلامة الشام يعني الإمام الألباني تعلمون أنه مات فوق 90، صحيح؟ أو فوق 90، شيخ ابن باز فوق 80. نسأل الله أن يسكنهم فسيح الجنات وأن يجعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله أن يمد في أعمار أشياخنا وأن يمتع بهم، نسأل الله أن ينفع بهم الأمة. فالأمة يعني الأمة بلا هؤلاء، بعدم وجود هؤلاء، في خطر عظيم. وأيضا لو ذهبنا بالبصر بعيدا، أنس رضي الله عنه كان من أطول الصحابة عمرا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال يحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من جاء من بعدهم أبو القاسم البغوي، يعني بعد 100، هؤلاء عدوا 100 ويحدثون ويكتبون ويصنفون، وأيضا الطبري، فهؤلاء يعني لهم أعمار بفضل الله تعالى مديدة، وأيضا صنفوا وعقدوا مجالس التحديث. فالتحديث بثمانين سنة يعني هذه فيها ما فيها من النظر، لكن يمكن أن يقال بأن هذا من باب الاستقراء، كان على الغالب أن كثير من الناس من بلغ 80 فيه ما فيه من الضعف. لكن نحن الآن حتى في زمننا هذا في المدينة، بركة الزمان في المدينة، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يمد في عمره وأن يمتع به وأن ينفع به الأمة الإسلامية، وأن يجعله في نضارة ما حل وما ارتحل. الإمام العلامة الشيخ عبد المحسن العباد، نسأل الله أن يحفظ أن يحفظه للأمة الإسلامية وللإسلام، ونسأل الله جل في علاه أن يجعله دائما ناصرا للسنة رافعا لراية السنة. هذا أيضا عمره كبير مديد، وكان أيضا شيخ أبو بكر الجزائري في عصرنا هذا. فالمسألة التحديد بزمن فيه ما فيه من النظر. قال وليعهد إلى أهلي وإخواني حال صحتي أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني عن الرواية. وهذا حدث من بعض المحدثين، كتب وصية لأولادي أنهم يمنعوه إذا بلغ إلى التلقين، فلا بد من منعه حتى لا يتكلم فيه. فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن رواياتها فلا بأس بتحديث في زمن التغيير. يعني لو تغير أصابه التغيير وهو يتقن لبعض الروايات في الشيوخ الملازمين لهم يحدث بها ولا
ولا بأس. هذا طبعا ممكن تضرب به مثلا من ابن عيينة تغير، ابن عيينة هذا فحل الفحول قد تغير بآخرة، أيضا الإمام حماد بن سلمة قد تغير بآخرة ولا زالوا على التحديث، لأننا لابد أن نفهم في نهاية الاختباط لو أنت ترى مسألة الاختلاط والكلام عنها، هناك فوارق بين التغير وبين الاختلاط، الاختلاط أعمق، الاختلاط أعمق، أما التغيير فهو أسهل وأهون، لذلك ما زالت أحاديث حماد بن سلمة في مسلم، بل وروى له البخاري لكن روى له إيش؟ مقرونا، روى له مقرونا. فهنا في زمان التغير إن كان ثابت يعني إن كان أتقن الروايات لشيوخ الذين لازمهم فله أن يحدث بها، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، يعني يعطي الإجازة مناولة. طيب، وهذه كما بينا أنها عند بعض العلماء الصحيفة لا يأخذون بها، وطبعا ولا بد الحق أن العالم هم يقولون الحافظ، حتى استرى أن تعريف الحافظ لا يكون إلا من أخذ العلم من أفواه العلماء، يعني لا يطلقون الحافظ إلا على من أخذ العلم من أفواه العلماء، العلم تلقين، العلم ليس صحف. وإلا وأنا كما قلت لكم المصيبة الكبرى بأننا درج من 30 سنة تعليم الناس على هذا، أن يأتي رجل يعرف القراءة يدخل القراءة، تعلم في المدارس أجنبية يعرف القراءة ويترجم العربية للأجنبية، لا يفيد شيئا هذا، فصيح بليغ يستطيع أن يقرأ لكنه ليس بعالم، لن يتعلم منه أحد شيء. وإلا ففي آخر الزمان طلب العلم عند الأصاغر من عنده علم لكن علم مغلوط كالمبتدع أو صغير السن الذي لم يتقن ولم تكن له لم يكن له الغوص في العلم، لكن رجل لم يتقن كتابا واحدا على عالم تصدره يعلم الناس، فقد شيء لا يعطيه، فأنت دخلت في حيز التدليس لا محالة، وإن أبيت على نفسك وأبيت أمام الناس دخلت في حيز التدليس، دخلت في حيز التدليس، لأنك لم تأخذ العلم من أفواه العلماء، العلم تلقين، أن تزاحم بالركب وتجثو على ركبتيك حياتك عمرك تموت طلبا في العلم، ما زلت إلى يوم الناس هذا، وإن كنت شامة في سماء إسلامنا تحتاج إلى العلم، وعلماؤنا كنت أرى منهم زيادة الحرص، شيخ محمود الرحمن رحمه الله لما جاء شيخ أسحاق، هذا شيخنا وهذا شيخ وهذا شيخ، وليه مطلق الفخر أو الفخر المطلق إن صح التعبير بهذا، فكان الشيخ أبو إسحاق لما نزل دخل ودخل وجد الشيخ محفوظ الرحمن تركه هو الذي يتكلم وجلس معه الشيخ محفوظ الرحمن، طبعا أصلا وتحقيق مخطوطات عالي جدا عنده، وكان هو دكتور في الجامعة ومحقق العلل الدارقطني لم يصل به إلى يعني إلى أنس، أعتقد على ما أذكر أنه في العلل وصل إلى أنس، معنا بعض الإخوة يعني كانت رسالة دكتوراه أيضا تمهيدا لمسألة التحقيق في باب العلل للدارقطني، العلل الدارقطني أملاه الدارقطني أملاه كتاب العلل هذا الذهب الدرر أملاه أملاه، نحن لسنا يعني حقا حسرة ثم حسرة على ما نحن فيه، هو أملاه يجلس يمليه من ذهني من حفظي، الإمام الدارقطني الذهبي كان مولع بالثناء الحسن على الإمام الدارقطني أنه خاتمة الحفاظ حقا هو الإمام الدارقطني، الغرض المقصود أنه لما كان يجلس كان يجلس ويترك له المساحة يسمع ويسأله عن المخطوطات ويتفقد، هذا العالم النبيل، لذلك ابن عيينة قال تعرف نبل العالم بأنه يأخذ ممن فوقه، وهذا لابد، ويأخذ ممن دونه ويأخذ ممن هو قرين له، لا يأنف لا يأنف، وهذا أيضا من ضمن تواضع العالم النبيل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. عامة قال ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه، لأن المسألة انتهى المسألة عنده أنه لا يضبط الحديث الذي يروي، لكن الإجازة هو يضبط أن يعطي هذه الإجازة، ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه، هذا لابد أن لا يسطر في هذا الزمان، هذا لابد يمحى والكتب تغلق، لأننا لا يمكن أن نرى هذا مطبقا في زمننا بحال من الأحوال. شوف انظر هنا ماذا قال، ومن الأدب، هذه من الأهمية، مش عارف الإخوة وطلبة العلم لابد أن ينشروا ذلك بين الناس، لأنها وعكة ليست بعد هذه وعكة غير صحيحة بحال من الأحوال في هذا الزمان. قال من الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، طبعا لسنه وإتقانه ويقصد بذلك إتقانه في إيش؟ في العلم. لما قام الثوري الإمام أبو حنيفة قال له للإمام أبي حنيفة قال له الطلبة لما ولما تفعل ذلك، طبعا هما كانوا يأخذون أبو حنيفة بعض الأمور في الاعتقاد، وأيضا
كانوا يرون أن الثوري رجل هو أمير المؤمنين في الحديث، لما يقوم لأبي حنيفة؟ فقال إن لم أقم لعلمه، وهو يبجل علمه ويعلم من أبو حنيفة. أبو حنيفة كفى فيه قولة الإمام الشافعي، الفقهاء عيال كفى، نبل قدر الإنسان يعرف بالفقه. قال الشافعي من أراد أن ينبل قدره فليتقن الفقه. فقال الفقهاء عيال على أبي حنيفة، لكن الإمام الثوري قام له، قال إن لم أقم لعلمي قمت لسني. فهنا من الأدب إن ورد الأعلم والأسن هو الذي يقدم ولا يتكلم، ولا يتكلم في حضراته، وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. فهنا مسألة أنه لا يتقدم على من هو فوقه، هذه مسألة درج عليها التابعون ودرج عليها العلماء. الإمام أحمد بن حنبل جلس في مجلس كان فيه خالد أبو خالد الأحمر، وكان أبو خالد الأحمر هو من شيوخ الإمام أحمد. فلما سأل أحمد قال كيف أتكلم وهذا بين أظهركم، تعلمنا من كبرائنا، تعلمنا من علمائنا ألا نتقدم بين يدي الكبراء. وهذا الذي قاله ابن عيينة، قال وكيف يجرؤ المرء أن يتكلم في حضرة من هو أعلم منه، تعلمنا من علمائنا ألا نتقدم بين يدي كبرائنا. وأيضا الإمام المزني جلس مع ابن خزيمة، وجاء الرجل يسأل عن الفقه فكان كالبحر السيال الإمام مزني، ثم سألوا عن حديث قال إذن فأنت لا تطلبني أنا، إذا جاء الحديث فلا يتكلم إلا هذا الإمام. على من؟ الإمام ابن خزيمة إمام العلم، قال إذا جاء الحديث فهو يتكلم أنا لا أتكلم. وما قدمه مع أن أيضا الإمام مزني رجل له في الحديث، لكن الأعلم بالحديث هو من؟ هو الإمام المزني. ذلك ما كانوا يقدمون على الأعلم، ما كانوا يتقدمون بين أيديهم بحال من الأحوال. فقال وألا يحدث بشيء يرويه غيره. طبعا أنا سامحوني أنا أذهب وأجي، لأن هذه المسألة متذبذبة عندي في أمور كثيرة في مسألة السلف. الإمام ابن يحيى بن معين قال إن وجدتموني قد تقدمت بين يدي من هو أعلم مني فرأيت الحديث وهو عنده فقولوا تحامق. قال من تقدم بين يدي من هو أعلم منه فهو أحمق. وقال كلاما لا يقبل شرعا. هو قال إن نزلت محلة فوجدت من هو أعلم فحدثت بحضرته فأحلقوا لحياته، هذا كلام أصلا لا يقبل شرعا. هو المخطئ نعالج الخطأ بخطأ، لكن هو أراد إيش؟ التنفير والتغليظ في هذا الباب. طبعا هذا إمامنا إمام يحيى بن معين إمام الدنيا بأسرها، الاعتذار له في ذلك، وأراد إيش؟ أراد التغليظ والتأكيد على عدم التقدم بين يدي الأعلم. هذا صحيح، وهذا أيضا يمكن أن نستدل له، يعني ممكن نستدل له من الكتاب والسنة. أنا سكت لما؟ لتسكتوا أم لتجيبوا؟ الأستاذ الذي حبس أو العذر، نحن نحسن الظن أنك لست ممن يجري العمليات الأخرى في هذه، لأنك الحمد لله هرمونات الرجولة عندك طاغية، فليس هنا حبسك العذر أن العذر الذي ينتشر بين الناس، لكن ما هو عذرك الذي حبسك عن طلب العلم؟ بر الوالدين، لكن أنا بقى حتى يعني يكون الأمر في صالحك، مع بر الوالدين أنت تسمع الدرس، صحيح؟ أنا أعرف ذلك. عندما سئل بعض الصحابة، لا ليس أنت، دي اسمها فهلاوة نصير، فاهم حضرتك؟ شوف أصل القصة أنت تعلمها، لكن أنت الأشخاص غير موجودين، فإيش فعلت؟ مين أعلم الناس بفرايد؟ زيد بن ثابت. يبقى أي حد يتكلم يقول لك أحلى زيد بن ثابت. شوف فهلوة مصر لا يمكن أن ينقطع عنها الفهلوة، لا يجهلون شيئا. القصة أصلا في أبي موسى الأشعري وابن مسعود. أبو موسى الأشعري عندما جاء الرجل وقال له هي كده فهلوة، أنت هو عارفها، طب خلاص الأسماء سهل، ائتي بأعلم الفرايد وقل يحيل عليه. نعم، أبو موسى الأشعري عندما قالوا له مات عن بنت وبنت ابن وأخت، هو طبعا ألغى البنت بنت الابن من قاموس الإرث الآن، وأخطأ في تأصيل العام للميراث، لأن البنات لهن إيش؟ الثلثاء، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، ثم قال رجعوا لابن مسعود سيوافق. فلما قال ابن مسعود قال إيه؟ قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وهو قال لا تسألوني وفيكم هذا البحر. يعني أنا أقول الدليل، أريد الدليل عليه، هذا يتعبني جدا. الذهبي عندما انبهر بابن تيمية في ترجمته قال كان الكتب الست التسعة والمسند
بين عينيه. وكتاب الله إذا أراد حكما انتزعه انتزاعا كأنه يغرف من البحر. خلاص أنا الدليل على ما قلت الآن، لا تتقدم بين يدي الأعلم، خلاص. عمر أمرهم، شو الأدلة من الكتاب والسنة حبيبي يا بابا. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. المشكلة مش عارفين تستنبطوا. هذه الآية هي للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هو الأصيل والعالم الوكيل؟ يبقى إذن هم لما لا يقدمون بين يدي الله ورسوله؟ لأنه الأعلم والأحكم، والأعلم والأحكم لأنه يأتي من إيش؟ اليقين للظن، لأنك مهما بلغ اجتهادك فهو في محل الظن، وقدمنا اليقين يبقى اليقين والأعلم، هذا هو. لما عدم دقة النظر في الأدلة؟ نعم، ما تظن؟ قلت الدليل يا صبري، هداك الله، مثلك لا يسأل. قلت الدليل، والدليل أول ما يصل إلى الذهن هو إيش؟ الكتاب والسنة. عمر إيش يا أثار؟ تصدق أنت مش سعيدي؟ ولا يمكن أصدق أنك سعيدي، أنت جعفري قلت لي. المشكلة كلها أن أنت أصلا ممن يطير في الهواء ويمشي على الماء، لكننا نحسبك ممن تأتيه الكرامات إن شاء الله، ليس الباب الثاني. كم مرة مشيت على الماء؟ كم مرة مشيت على الماء؟ لكن جزيت الجنة. نعم، قال الله جل في علاه: ولو ردوه إلى الرسول، صح، وإلى أولي العلم، وإلى أولي الأمر، لا، وأولي الأمر بالترتيب هو لعلمه الذي، شوف، وبعدما عمم خصص لعلمه الذين، رجوع للذي يستنبط، صحيح. وطبعا بقى الصحابة تعج السنة عن الصحابة بذلك. نعم، ممتاز. ويؤم القوم أقرأهم الكتاب لا يمكن يستشهد به على ذلك. لا، لأن موسى خلف هارون، وهارون كان الأعلم، هم رجوش له، كادوا يقتلونه، خطأ بين. لا، هذا في الكلام، هذا في الكلام، هو يستدل له عندما صدق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في هذا الباب لابد أن تعلم بأن الصحابة جميعا كانوا إذا وجدوا الأعلم يكفون عن الفتوى للرجوع إلى الأعلم. ولذلك علي لما اختلفوا في المجلس على رجل الذي جامع وأكسل، فقال عمر: رجعوا إلى عائشة. ثم قال: لا أرى أحد منكم قد اختلف فيه بعد ذلك. وعائشة لم تسكت، يعني نادرة النساء، هنا نادرة في النساء، قالت إيش؟ الرجال يرجعون في الاختلاف إليها. فقالت: على الخبير سقط، وأظهرت ما عندها من العلم. هذا الذي يجب على كل عالم أن يظهر نفسه حتى يستفيد الناس وقلبه بينه وبين الله. قال: وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، يعني هو عنده حديث نازل ويعلم من يروي هذا الحديث بعلو، فلا بد أن يكف الأمر يقدم الذي عنده، لأن الذي عنده بعلو هو أعلى منه. وأيضا هو عنده بعلو، نقول والعلو يريح البحث، صحيح ولا لا في هذا الباب؟ فيقول: لا، ما يتقدم بين يديه. طبعا هذا يعني نحن في زمان الذين صنفوا هذا الكلام والذين صنفوا هذا الكتب من المتأخرين، أول أمس، لو جاءوا في زماننا لطلبوا الموت في التو واللحظة، لطلب قال: يا ليتني مت قبل هذا. كل منهم لسان حاله لابد أن يقول بذلك. قال: وألا يغش المبتدئين، يعني هو لا يغش المبتدئين، هو ما عرفش التنظير والتنصير والتصير يعني بقى ترى الكلمات المطاطة مع خلو المضمون، ما ترى علما، فهذه المصيبة كبرى. وذلك الأغرار الأغمار كثير من الإخوة اللي هو ضل طريقهم أول الطلب، أنهم بهرتهم بعض البهارج، صحيح، فيعني قالوا هذا هو الأعلم فنجلس، وهو لم يكن منصفا لا لنفسه ولا لغيره، ولم يكن صادقا مخلصا، فما دل على الأعلم منه حتى يتعلم الناس منه. فقال ولا يغش، وهذه مسألة ليست بالهينة في هذا الباب، وألا يغش المبتدئين، بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة، فإن دلهم على معمر عمي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العمي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العام وروى بنزول جمعا
من الفوائد. كل ذلك من باب الدين والنصيحه. الدين النصيحه انه لابد ان يدل الناس على الاعلم، لابد ان يدل الناس. والمصيبه الكبرى انه ممكن يكون رجل له ما له من الاخلاص والصدق والنيه يريد يدل الناس على الاعلم وهو اجهل الجاهلين، لا يعرف من الاعلم من غيره. الاعلم عنده من كثر ظهوره في التلفاز، الاعلم عنده من كثرت فتواه مثلا، الاعلم عنده من احبه. ده بقى اهو ده قرين النساء، يعني الاعلم عنده من احبه ومن ابغضه ليس بيعلم، فهذا قليل النساء. انت ترى، شوف انا يعجبني جدا ما قاله، مع ان مداعبة المشاعر للقلب ترقى بالانسان في العلو، لكن سبحان الله هي مسائل تراها في الصحابة. لما جاء عمر بن الخطاب فقال له اني ابغضك، عمر صريح ما في لا اني أبغضك، انا اكرهك اني ابغضك، فقال هذا يجعلك تمنعني حقي او او او, أو تنقصني من مالي؟ قال لا، قال اعطيني حقي ولا يبكى على الحب الا النساء. ابغض بقى ما تبغضش، اعطيني حقي، هذا الهم. لا ولا يبكي على 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 الحب الا النساء. لكن هي المساله هناك من اذا احب شيخا دل الناس عليه انه اعلم اهل الارض. انت ترى الان اهو، انت ترى تعظيم المشايخ بطريقه التقليد الاعمى والغلو فيهم من هذا الباب، من هذه البوابه. لذلك لابد من النصح الى الدلاله على الأعلم حتى يستفيد الطلبة. سامحوني أنا سأعقد، ليست المسألة تنقيصا من أحد، سأعقد مقارنة وأستغفر الله على أنني أنا قاعدتي لا أسمي أحدا، لكن أردت أن أبينها لأمر آخر. أعقد مقارنة في بادئ الأمر بين مجالس فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين، وهذا ما أرى أحدا قد خلفه فيما أراه من دقة النظر، وأيضا ما أراه من المذهبية بالدليل، أن يعلم المذهب بالدليل، وهذا نادر في هذا الزمان. أنت لما تأتي لأي واحد يتمسك بالمذهبية التي يتكلم عنها لا يعرف عن الدليل شيئا، وإن سألت أنت عن الدليل يقول لك لا تتكلم، لا تسأل الدليل. أنت ما أنت إلا أنك تحفظ كلام العالم وانتهى الأمر. عالمك قد كفاك المؤونة وهو أعلم الناس بالدليل. مصيبة يعني، كأنك الآن في مصنع يسمى مصنع الروبرتات وانتهى الأمر، ولن تجد إبداعا في الدنيا بحمل حول، ولا يمكن أن تحقق هذه الآية. ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين، ما فين بقى انتهى الموضوع. آلية التخريج، فالشيخ صالح بن عثيمين كان في مجلسه ومجلس فضيلة الشيخ الفاضل شيخ، أنا ما أريد أسمي لكن ماذا أفعل، سلمان. طيب فكان في المجلس في القصيم، طبعا أنتم ما تعرفون ذلك، كان أيام الطلب أيضا. ففي القصيم كان المسجد هناك يكتظ بالشباب، ومجلس الشيخ صالح بن عثيمين ما كان فيه الا القله. هذه مساله اعظم مما تكون، مساله تدل على الجهل العميق عند الشباب، فكانوا يحتاجون لمن يدلهم على مجلس هذا الشيخ. بعد ذلك الحمد لله، طبعا هو ما اشتهر الا بعد 54 سنه. الشيخ صالح كان قبل ذلك يدخل يجد اثنين، ممكن لا يجد احد فياخذ القران يقرا ويمشي. بعد 54 سنة يعني، ما هذا اللي احنا نعيش فيه الآن. احنا نعيش أيضا في غطى على ذلك التنفير من مجالس العلم. يعني هناك ما كان كذلك، لكن كان يعني الشيخ له، هو واعظ يعني، يعظ ورجل فاضل وله له 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 عمق نظر في فقه الواقع. طبعا هو أستاذ دكتوراه أيضا في الحديث، لكن هو لم يشغل نفسه بالمنهجية هذه، فاهمني؟ طبعا كلام بقى في مسألة الواقع، هو يذهب بعض الشيء في أول اللحظات بعقول الشباب، وبعد ذلك النهاية الثمرة النتيجة صفر. آسف أخفض بصوتي من أجل ذلك، هذا هو. ما النتيجة؟ النتيجة أين النتيجة؟ لكن أين النتيجة عند الشيخ صالح؟ تجد أن تلاميذه الآن يملؤون الدنيا علما، السعودية بأسرها في تلاميذه الآن يملؤون الدنيا علما بفضل الله جل جل في علاه. فالغرض المقصود انه الحق انه لابد من النصيحه، ولابد من ان تدل الناس على العالم وعلى مجالس العلم وعلى طلبه العلم، لان هذا هو نفع الامه في ذلك. نفع الامه لا يحيد عن ذلك بحال من الاحوال. الحديث له شجون، وكنت اريد ان اتجاوزه سريعا، لكن لابد من الوقوف معه. نعم تفضل. نعم عاطف، ما عندك في ايه؟ منازل ترتيب. شوف ترتيب المبتدئين، انا ساقول لك شيئا ده ممتاز اللي بيجيب الشباب. طيب وهو مبتدئ، تفضل.
ممتاز ممتاز، انا معك انا معك، التدرج في العلم مطلوب، لكن هو مش كده. انت بتدخل في السنه الاولى عنده كان الدجاجه دخلت ليش في العش، فاغلق عليها الباب واريد ان تخرج، وموجود ايش قاطف هذا، والله موجود، والله موجود، حتى يحزن انه يخرج عنه، فاهم؟ لا احنا نقول لو كان الترتيب كما تقول واخلاصا لله افعل. رجل خطيب ماهر جدا وخطيب مشهور، لما الناس اقتصوا عليه قالوا نريد نتعلم، قال العلم ليس عندي، قال اذا تعلمت تعلم على مثل يد الشيخ صالح بن عثيمين مثلا، وهذا زمانه باذني اسمع، وهذا رجل اعرفه وبيني وبينه علاقه بفضل الله في علاقه طيبه جدا، وقال هذا تصريحا، وكان يقول انا اعرف، انا اود تخريج طلبه علم، فانا اعرف الى من اذهب اقول له لو سمحت اريدك ان تخرج لي طلبه علم، فاهمني؟ وده المفروض اللي يتعمل. ضع الشيء في موضعه من الحكمه، اعرف لكل صاحب قدر قدره، تفوز وتفوز الدنيا من حولك، لكن انت تغطي على ذلك وتقدم من حقه التاخير وتؤخر من حقه التقديم، ثم بعد ذلك لما يقال لك انت بترفع كده يقول لك يستاهل، لما مش عايز يسمع كلامنا، بيستاهل مش عايز، هذا هو الميزان، هذا الميزان، يستاهل لما مش عايز يسمع كلامنا يا عم، ما تسيبه هو صعيدي، كن 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 متقنا فاغلبه بالحجه، وهذه دلاله انك لا تستطيع تواجه ما عندك حجه تواجهه، هذه مشكلة كبيرة، مشكلة، وده صد عن سبيل الله، لأن الحق الأمة تحتاج إلى 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 جيوش من طلبة العلم. أنت ترى الآن صار طلب العلم عزيزا في هذه الدنيا، وطلبة العلم أندر مما يكونون، ناهيك بقى على العلماء كالكبريت الأحمر الآن، مسألة ستحتاج إلى إعادة النظر. وأيضا من الآداب التي لابد أن يتأدب بها المحدث ما روي عن الإمام مالك رحمة الله عليه، كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطير ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة، ويعني إذا سمع صوتا زبره نهره، اشتد على من يسمع من يرفع صوته في الحديث، وكان يرتل الحديث، كان يرتل الحديث لا يفهم منها اللي هي إنه كما يقرأ القرآن، كان يرتل الحديث يعني يقرأه بتأني بتأني، وأنه يعيد ثلاثا، إنما الترتيل على أنه يحسبه على ترتيل القرآن لا، خطأ، هذا من الخطأ، لأنك تنزل حيث منزلة القرآن، وهذا خطأ بين، لا يصح أن تفعل ذلك، وكثير من إخواننا يفعلون هذا، وهذا ليس بالصحيح. إنه أيضا يعني إذا قرأ الحديث بطريقة ما لإفهام الناس وإسماع الناس بطريقة بينة وبفصاحة وبلاغة، نعم، لكن أن يجعله كالقرآن هذا ليس من ال من الصحة، ليس من السنة بمكان. أقول والإمام مالك ضرب لنا أروع الأمثلة في مسألة تعظيم الحديث، بل أنا أقول دائما أنت عندما يترجمون المالك يقولون إذا دخل المجلس كأن على رؤوسهم الطير، تعلمون المدينة بأسرها التفت حول الإمام مالك، قال كأن على رؤوسهم الطير، ودائما كنت أنا أبين للإخوة اللي جالس يرسل رسالة أو يستقبل رسالة أو يستقبل، كانت للضرورة صح ذلك، وإلا فلا يصح هذا بحال من الأحوال. فالإمام مالك كان إذا دخل كأن على رؤوسهم الطير، والله ما هذا إلا لأنه عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، فجعله الله معظما في قلوب من يسمع له. كان يمشي حافيا في المدينة، فلما سألوه قال تعظيما لصاحب هذا القبر، لا غرو ولا عجب. الإمام سعيد بن المسيب هو أيضا يعتبر شيخ لشيخه، شيخ لمن؟ للزهري، هو شيخ لشيخه. الإمام سعيد بن المسيب كان مريضا، فجاءوا لعيادته فطلبوا منه حديثا، فلما ذكر الحديث تحامل على نفسه وجلس، قالوا قل الحديث وأنت على هيئتك، أنت تصلي وأنت على هيئتك، قال أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أقوله إلا جالس، إلا جالس. وكان الإمام مالك إذا مشي ومشى الناس معه يسألون حديث يقول لا أحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي، يريد أن يتدبر وأن يعظم الحديث وأن يوقر الحديث. لذلك كان يغتسل ويتطيب، وكان في المجلس يفوح شذا الطيب في كل المجلس ويحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الآداب. المشكلة كل المشكلة الآن بأن الناس لا تعظم المجالس أصالة ولا تعظم ما يقال فيها، وهذه تنزع لهم بركة العلم. توقير العلم يعطيك بركته، وعدم توقير العلم ينزع بركة العلم. وقال وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، أنا الآن سأضرب لك ببلد فيها هذا. قال وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، هو الإجازة، يبقى خلاص تتعب نفسك ليش؟ خذ الإجازة وانتهى الموضوع. طيب بل الإجازة صدق.
قال: وقولك سمعت وقرأت هذا الجزء كله فإن فمع تمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. انظر إلى دقة يعني تعبير الإمام الذهبي. في قطر يعني بلد من البلاد الإسلامية أيضا بيهتمون جدا بمسألة الإجازات، فيأتي في أسبوع يقول البخاري ومسلم وأيضا أبي داود سنن أبي داود والقراءة لا ولا تسمع أبدا لا تسمع شيئا، والرجل يقرأ حتى كأنه يتنفس من أذني لا من فمي ولا من أنفي، من أذن في هناك خرطوم في النفس في الأذن، ولأنه لا يتوقف لسانه لا يتوقف وحتى لو تنفس يتكلم ويتنفس. طيب والجالس جالس لا يفهم شيء، ثم بعد ذلك ترى مجالس العلم تخلو من طلبة العلم ويذهب من أجل أنه سيسمع البخاري وسيأخذ إجازة. هذا مغفل، هذا طالب العلم الذي أصابته الغفلة، مغفل لا يعرف شيئا لا يفقه شيئا. أنت ماذا حتى تفسير المشكل منه غير موجود. أنت لو قرأت في بيتك أو أخذت هذه الأسطوانة سمعتها في بيتك كان أفضل لك وأعظم. يقول إجازة، خذ إجازة، الإجازات التي فيها البركة من زمن بعيد بوجودي بفضل الله جل في علاه، ولكن أن تأخذ إجازة عامة من رجل فاضل يعرف أنك من طلبة العلم ويعلم أن الناس تلتف حولك سيعطيك الإجازة، هو يريد أن يكتب اسمك واسمه في هذا الباب. والإجازة ما هي إلا تشريف، السند في زمننا هذا ما هو إلا إيش؟ تشريف وتذكير الأمة بشرف الأمة وخاصية الأمة على الأمم السابقة. ما في أمة من الأمم لها سند متصل لنبي من الأنبياء بحال محاول إلا هذه، هل هو شرف فقط في هذا الباب. فأنت لما تضيع وقتك وعمرك بأن تقول أجلس مجلس السماع وليس فيه حتى يعني فصاحة البيان وتقول أنا أخذت الإجازة، أنت حتى في ذلك يمكن أن تدخل في مسألة التدليس، لأنك لم تسمع ولم تتبين على عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني يقول: قال النسائي في عدة أماكن من صحيح وذكر كلمة معناها كذا وكذا. ما معنى ذلك؟ لما ذكر الذهبي هذا الباب؟ يقول لك أنت لما تقول في الإجازة هذه اللي فيها التمتمة هذه يقول بأنك قرأت أو سمعت، كذاب، هذا كذب ليس بصحيح. النسائي الذي يجلس مجلس التحديث غابت عنه كلمة يقول لا أدري معناها كذا، لم يتكلم بكلمة نحاها، شك فيها فنحاها، ما يقول سمعتها لكن يقول وذكر كلمة نحو كذا كذا معناها كذا، للتورع في هذا الباب لأنه لم يتذكر الكلمة فيقول لعل المعنى يكون كذا وكذا في هذا الباب. فالحق بأن أيضا من الأدب هو التأني في سرد الحديث، التأني في سرد الحديث. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنكرت على أبي هريرة، أنكرت عليه إنكارا شديدا، ولا ما أنكرت عليه؟ أنكرت عليه لما قال يا صاحبة الدار اسمعي، قالت والله ما كان حديث النبي يسمع يحدث بما تحدث، كان النبي حديثه إيش بينا، يحدث ثلاثة، يحدث ولا يسرع كما أسرع أبو هريرة رضي الله عنه. لكن الإسراع في هذا طالما بينا فليس فيه ثمت شيء. طيب نقف عند هذا أم طيب نقف عند الثقة. قال: وكان الحفاظ يأخذون مجالس الإملاء، وهذا قد عظم اليوم، عظم انتهى. هو إلى ابن حجر كانت الأعاجيب، كان يجلس ابن حجر بعد عقد مجلس تحديث فيصدر الستار فتأتي امرأته فتملي على الطلبة مجلس الإملاء. ويجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب مما لا تتحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في المجالس الخاصة. وهذا طبعا هم يحجلون عليك واسعا، لما تتكلم بأن رجل إذا زنى بالمرأة يجوز أن يتزوج بأمها؟ ها لما تتكلم بهذا؟ يقول لما لا أتكلم بما تكلم به العلماء؟ طبعا هذه كلمة ممكن يكون لهم فيها حظ لا أتكلم في المشكل من هذه، لكن صلاة الجماعة لما تتكلم أنها فيها خلاف بين العلماء؟ طب ماذا أفعل؟ أما اختلف فيها العلماء ثم يقدحون فيك أنك تقول بأن فيها خلاف، هل هذه محل قطح؟ يقدح في الشافعي، في مالك، في أبي حنيفة، يقدح فيهم الثلاثة يقولون بسنية صلاة الجماعة. أما تقول أنت بذلك وهو يقدح يريد أن ينكر عليك هذا، أما قال به الأئمة العظام العلماء عدم ظهوري، يقول لا عدم ظهوري يدعو إلى البطالة. طب هو ظهوري في مجالس العلم، هذا يعقد ويقال في مجالس العلم، إن لم يكن مجالس إن لم تكن مجالس العلم هي محل ذكر ذلك عن العلماء فأين نتكلم بها؟ أين نتكلم بها؟ لذلك قال في المجالس الخاص ونحن نقول بهذا. أنت لا يمكن تنزل للعامة وتتكلم معهم بمسائل معينة، يعني لو أنت لو نزلت للعامة الجالسين أمامك في الشوارع وتقول وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون في المسجد بقشرة بطيخ،
هيطلعوا بالطاوله في المسجد هيصعدوا جميعا. يقول لك كانوا يتمدحون بقشر البطيخ، وترى ما لا يمكن ان تتصوره في المساجد بهذا. لو قلت انت للعامه مثل هذا، نعم انت لك دقه نظر، لكن المجالس الخاصه لا تحجل عليها، هذه مجالس علم يطرح فيها ما يطرح من العلم واتقان العلم. لذلك قال يكن فليكن ذلك في مجالس خاصه. ويحرم عليه روايه الموضوع وروايه المطروح الا ان يبينه للناس ليحذروا. الحق بان هذا اصل اصيل عند العلماء، انه لا يجوز روايه الموضوع الا ببيانه، ولا الضعيف جدا الا ببيانه، وان كان الضعيف لو ذكر سنده يبرا. طبعا عندنا مساله مشكله هنا، او هي مشكله، هي مساله ما يفعله ابن جرير الطبري. جرير الطبري طبعا هو شيخ المفسرين وشيخ المحدثين، هذا يعني الرجل كتابه ماتع صح، ما من اثر ياتي به الا ويرويه بالسند. بعض العلماء يقولون هل تبرأ ساحته الان اذا اتى باحاديث من الضعاف او الاحاديث الموضوعه، تبرأ ساحته بذكر السند ام لا؟ القاعده عند علماء الحديث من اسند فقد احال، من اسند فقد أحال. لكن هل يبرأ؟ في خلاف. لما؟ لانه ليس كل احد له الصنعه، وليس كل احد يستطيع ان يضعف الحديث او احد السند او يصححه. هذا موت، هذا ليس بغنى عنه. فلابد ان تبرأ ساحته، ولن تبرأ ساحته الا ان يبين الوضع ويبين الضعف ومواطن الضعف. نعم. قال الثقة، ونقف عندها.